بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقرأ المقدمة، مقدمة المراجعة. طيب، سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا حاضرين ومستمعين رب العالمين. قال المعتني الشيخ أحمد الطويان في كتاب أصول الإيمان المقدمة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تكتمل المكرمات، فضل الله فضل من شاء من عباده بالعلم وخص خيرهم بالفهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمام المعلمين وسيد الرسل أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى على ما من به من القبول لهذه السلسلة المباركة، وما لقيت من اهتمام بالغ من العلم وطلابه ممن يحرصون على التأصيل والبناء في تحصيل العلم منذ انطلاقتها قبل عقد ونصف من الزمن. لا يزال الحرص. شيخ، في مقدمة الوزير، شيخ صالح، مقدمة الوزير الشرح. لا كمل أستاذ. طيب، لا يزال الحرص على اقتناية بلدان كثيرة من العالم، مما يؤكد حرص الراغبين في سلوك طريق التأصيل وتدرج في طلب العلم في وقت ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام نتيجة التخبط في منهج الطلب والتحصيل، في حين وفق من سلك الطريق الصحيح للعلم النافع والعمل الصالح. فمن تعلم المتون حاز الفنون، ومن حرم الأصول حرم الوصول، لأن العلم درجات ورتب لا يدركها إلا من بدأ بأولها، فلا يدرك العلم من أراد أخذه جملة. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله يرحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديه، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله تعالى، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداهم مجتهدا زل. فهذه المتون العلمية حوت جوهر العلم ولبابه، وفيها من النفائس العلمية ما لا يوجد في المطولات من الكتب، وهي مدخل تعليمي وهي مدخل تعلم فنون العلم، وليست الغاية وإليها النهاية، بل هي الأساس والبداية. ويتأخذ عن العلم الراسخين الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: دخل في العلم وحده من دخل في علمه وحده خرج وحده. وقال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. وقال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والأداء منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرأته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، وليحذر من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به عم والتحصيل من جهته أتم. وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وهذه السلسلة سلسلة متون طالب العلم، سلسلة متنوعة في جميع الفنون تعين الطالب على التقييد والكتابة والمتابعة وضبط ما يسمعه من الدرس في الدرس. فتقييد العلم بالكتابة، فالعلم صيد والكتابة تقيده، وحضور الطالب بكتابه للدرس دليل اجتهاد دليل اجتهاده وجديته واهتمامه. قال الإمام الزهري رحمه الله: حضور المجلس بلا نسخة ذل، وهي نافعة للمعلم بكتابة الفوائد واللطائف والشوارد وتحضير الدرس، ينقل فيها ما يطلع عليه من الشروح وما في المطولات من كلام العلم. ولا تزال دار طويقة للنشر والتوزيع مهتمة بنشر هذه السلسلة وتوفير الراغبين، فشكر الله سعيهم ونفع الله بجهودهم وكتب ذلك في ميزان حسناتهم. ومن المعلوم لكل مهتم بهذا الشأن اختلاف النسخ في المتن الواحد، مما قد يوجد تغايرا في نسخ المطبوعة، وليس المجال في مثل هذه السلسلة إثبات الفروق بين النسخ، ويبقى العمل جهدا بشريا يعتريه النقص والخلل، فما وجد خللا أو نقصا فليحسن الظن بنا وليلتمس عذرا لنا وليتقدم لنا بالتصحيح. وقد استفدنا من تصحيح كثير من الإخوة، فلهم منا الدعاء وبظهر الغيب. وفي الختام أشكر أصحاب الفضيلة من العلماء والمشايخ وطلبة العلم الذين خصونا بالتشجيع والإرشاد بهذه السلسلة، فأسأل الله ألا يحرمهم أجرها، وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه،
واجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون، واجعله من العلم النافع والصدقة الجارية التي تنفع بعد الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكتبه أحمد الطويان. اللهم صل وسلم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. هذه رسالة أصول الإيمان من مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وسوف نمر عليه إن شاء الله في هاتين الليلتين، لأن الدورة شرط تنتهي بعد هذه الليلة والليلة القابلة إن شاء الله، نهاية الدورة إن شاء الله. ونسأل الله أن ييسر إن شاء الله دورات في المستقبل. نريد أن نقسمها الآن قسمين، الآن قسم هذه الليلة وقسم الليلة الثانية. هل نقسمه بعدد الصفحات أو بعدد الحديث؟ كم عدد الحديث الآن؟ صفحات الصفحات أيسر شيء. نعم، الأبواب تختلف، بعضها أكثر حديث من باب، بعضها 109 من صفحة 8 إلى 109، يعني 50 58 ها 140 حديث، 140 الآن الصفحات، الآن صفحة 58 يعني باب الوصية يا شيخ. ها، قال الحافظ ابن كثير، ها قال الحافظ كثير، هذا بالنسبة للصفحة باب الوصية بكتاب الله عز وجل. اي نعم نعم نعم، هذا هو النصف الآن. هذا النصف. كم مضى من 8 كم من حديث إلى باب الوصية، وكم من حديث من باب الوصية إلى آخره؟ ما رقبت الحديث ولا في فهرس، ما وضع لها فهرس. ها؟ فهرس في الشرح؟ لا، فهرس في الشرح المتن، في شرح المتن. الحديث الآن كم حديث؟ من أولها إلى باب الوصية بكتاب الله كم حديث؟ كم؟ 73. ومن باب الوصية إلى ها؟ زائد حديثين الشيخ. ها؟ 40 حديث نقص يعني 70 حديث. 62 في المنتصف ها؟ نعم الشيخ. 70 حديث. خلاص. على هذا الشيخ. طيب. قريب النص. بسم الله والحمد لله. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان، بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. باب معرفة الله عز وجل وباب معرفة الله عز وجل والإيمان به. معرفة الله عز وجل والإيمان به أفضل المعارف وأهم المعارف، ومعرفة الله عز وجل هي والواجب الأول، يجب على الإنسان أن يعرف ربه. وأن يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه سبحانه وتعالى موجود فوق السماوات السبع فوق العرش، وأنه سبحانه واجب الوجود لذاته، وأنه سبحانه الرب وغيره المربوب، وأنه الخالق وغيره المخلوق، وأنه المالك وغيره المملوك، وأنه المدبر وغيره المدبر، وأن له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو سبحانه العزيز الحكيم الغفور الودود، سبحانه وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، وهو الرحمن وهو الرحيم، وهو الملك وهو القدوس، وهو السلام وهو المؤمن، وهو المهيمن وهو العزيز وهو الجبار، وهو المتكبر وهو الخالق وهو البارئ وهو المصور، وهو العظيم وهو الكبير وهو الغفور وهو التواب، له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه سبحانه وتعالى. فالأسماء والصفات توقيفية، وليس للناس أن يخترعوا أسماء وصفات لله من عند أنفسهم، بل أسماء الله وصفات توقيفية. لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم،
ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه وسمى به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أسماء الله الأول وليس من أسماء الله القديم. القديم ليس من أسماء الله لأنه ما من قديم إلا ما هناك ما هو أقدم منه. ولما قال الطحاوي رحمه الله قديم أنكر عليه قال لكنه قيد قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. ولأن القديم يشعر بالقدم والبلاء والتغير فجاء القرآن الكريم بتسمية الله بالأول الأول الذي يشعر بأن كل شيء آين إليه. فهو سبحانه وتعالى الأول كما أنه الآخر وهو الظاهر كما أنه الباطن. وجاء تفسير هذه الأسماء الأربعة من أسماء الله في الحديث حديث الاستفتاح. قال الله تعالى في تسمية نفسه بهذه الأسماء في سورة الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أسماء الأربعة متقابلات اسماني لأوليته وآخريته هو الأول والآخر اسماني متقابلان لفوقيته وعدم حجم شيء من المخلوقات له. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في الحديث الصحيح في حديث الاستفتاح قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عن الدين وأغني من الفقر. فالأول معناها الذي ليس قبله شيء والآخر معناها الذي ليس بعده شيء والظاهر معناها الذي ليس فوقه شيء والباطن معناها الذي لا ليس دونه شيء لا يحجب أحد من خلقه. ومعرفة الله عز وجل هو أول الواجبات هو التوحيد الأول وهو معرفة المعبود سبحانه وتعالى. لا بد أن تعرف معبودك بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم تنتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني هذا هو التوحيد. التوحيد الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته توحيده بأسمائه وصفاته واعتقاد أنه سبحانه وواجب الوجود لذاته وأنه الرب وغيره المربوب وأنه الخالق وغيره المخلوق وأنه المالك وغيره المملوك وأنه المدبر وغيره المدبر. تعتقد هذا وتؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله بهذا تكون وحتى الله في ربوبيته. ثم تنتقل إلى النوع الثاني وهو توحيد الله في ألوهيته وعبادته بعد أن تعرف ربك تعرف معبودك تنتقل إلى النوع الثاني من العبادة هو توحيده بألوهيته وهي توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد صلاة وصيام وزكاة وحج. لأن الله خلقك لهذا خلقنا الله لهذا العبادة وتوحيد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم توحيد الله بمعرفة الجزاء لمن وحد الله وأن الله تعالى وعده بالثواب العظيم والجزيل الثواب الجزيل وهي دخول الجنة والتمتع بدار كرامته والنظر إلى وجه الكريم. وجزاء من ترك التوحيد وهو الشرك وما أعد الله لهم من النكال والعذاب السرمدي وهو عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والعافية. استفتح المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب معرفة الله عز وجل والإيمان به حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو حديث قدسي من كلام الله عز وجل. الحديث القدسي من كلام الله عز وجل تكلم به لفظا ومعنى من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن إلا أن كلام الله يتفاوت بعضه أفضل من بعض. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وآيات الكرسي أفضل آية في القرآن والفاتحة أفضل سورة في القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن يتفاوت. وكذلك الحديث القدسي من كلام الله لكن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. فالقرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمس إلا متوضئ والحديث القدسي يمس غير متوضئ. القرآن معجز بألفاظه والحديث القدسي ليس معجزا بألفاظه وهكذا أحكام. ظن الأشاعرة أن الحديث القدسي كلام الله معنى معناه وأن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ
لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الله معنى ومن الرسول لفظا. الحديث إنما الأعمال بالنيات هذا لفظه من الرسول ومعناه من الله، الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الحديث القدسي أضافه الله النبي إلى ربه، قال قال الله عز وجل، ده من كلامه لفظا. في حديث أبي هريرة في حديث أبي ذر يا عبادي، يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة للظلم، يا عبادي. من الذي يقول هذا؟ الله لفظا ومعنى. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، خلاف الأشاعرة. الأشاعرة يظنون أن عندهم يرون أن الكلام معنى قائم بالنفس وأن اللفظ ليس من الله، وهذا من أغلاطهم، هذا من غلطهم وجهلهم. الكلام اسمه لللفظ والمعنى، الكلام اسمه لللفظ والمعنى، كما أن الإنسان اسمه للروح والجسد. وهم يقولون الكلام هو المعنى، وأما اللفظ فهو مخلوق، الحروف والأصوات مخلوقة، وهذا باطل. ولذلك قالوا إن القرآن الآن معنى قائم بالنفس، كلام الله، ما تكلم بحرف وصوت، ولا سمع جبريل من الله حرفا واحدا. طيب كيف بلغنا هذا القرآن؟ قالوا إن الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه وعبر بهذا القرآن، جعل الرب لا يتكلم مثل أبكم، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من جهلهم وضلالهم بعضهم. وقال الطائفة من الأشاعرة أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلمة، وهذا باطل. الله تعالى تكلم بهذا القرآن بلفظه ومعناه، لفظ ومعنى، حروف وأصوات. والمعتزلة أحسن من الشاعر، قالوا الكلام لفظ معنى، لكن غلطوا بجهتهم فقالوا كله مخلوق. قالوا نحن نوافق على السنة إن الكلام لفظ معنى، لكن نقول مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى مخلوق، وهذا باطل كفر وضلال. وأهل السنة قال الكلام لفظ ومعنى وهو منزل غير مخلوق، كما قال تعالى تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني ونزل له روح القدس من ربك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، حديث القدسي، قال رسول الله، قال الله، انظر الرسول أضاف إلى الله، إنما العمل بالنيات، ما قال قال الله، قال إنما العمل بالنيات هنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء على الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه إخلاص العمل لله عز وجل، ومن عرف الله وآمن به حق الإيمان أخلص العبادة له. وهذا هو المناسبة للترجمة، مناسبة للترجمة أن من عرف الله حق المعرفة وآمن به حق الإيمان لا بد أن يخلص العمل له سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه شرك لغيره. ولهذا قال الرب سبحانه في هذا الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا، الله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، إسلام الوجه إخلاص العمل لله. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تليه بصره من خلقه، رواه مسلم. نعم. هذا الحديث حديث أبي موسى، وهذا هذا الحديث ليس قدسيا، وهو من الله معنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الراوي أضافها إلى الرسول عليه الصلاة قال فقال قال الرسول، بخلاف الحديث الأول فإنه أضافه إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله، وهنا قال قام فينا رسول الله فقال، يعني فقال يعني رسول الله. هذا ليس حديثاً قدسياً، حديث أبي موسى، هو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات،
فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبعات وجه. خمس كلمات: الكلمة الأولى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الكلمة الثانية يخفض القسط ويرفعه، الكلمة الثالثة يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، والرابعة حجابه النور، والخامسة لو كشفه لا أحرق سبعات وجه من تأني بصره من خلقه. خمس كلمات قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. كلمة الأولى فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا فيه فيه أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النوم، لأن النوم ضعف، ضعف يعتري الحياة، المخلوق ينام وهذا ضعف، إيش ضعف في حياته، والله تعالى حياته كاملة، ولهذا قال سبحانه في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي المبادئ النعاس، والنوم نوم مستغرب، فالله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لأن حياته كاملة، هو الحي القيوم، وأما المخلوق فحياته ناقصة، ومن النقص النوم، فإن النوم موتة صغرى تعتري الإنسان بكل يوم ينام، نقص في حياته، نقص في حياته، وقد يموت وقد تعود روحه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله تعالى لا ينام، إذن الحكم الأول المأخوذ من هذا الحديث أن الله لا ينام في إثبات الحياة، حياة الله تعالى، إثبات الحياة لله وأن حياته كاملة لا يعتريه النوم بخلاف المخلوق فإنه يعتريه، ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي، لا يليق، ولا ينبغي له أن ينام لأنه منزه عن هذا، لا ينبغي ولا يستحيل النوم عليه لأنه نقص، النوم نقص، نقص في الحياة، والله تعالى حياته كاملة، والنقص مستحيل على الله، النقص في صفات الله، صفاته كاملة، حياته كاملة وعلمه كامل ورحمته كاملة وحكمه كامل وعزته كاملة، وهكذا جميع الصفات كلها كاملة، الله تعالى حياته كاملة لا ينام ولا ينبغي له، لا ينبغي ولا يمكن أن يعتريه النوم، مستحيل على الله النوم، ولا ينبغي له أن ينام، سيخفض القسط ويرفعه، القسط العدل يخفضه ويرفعه. ثم الكلمة الثانية فسر معنى قال يخفض القسط العدل ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، الأعمال ترفع إلى الله عز وجل، جاء في أن الأعمال ترفع إلى الله، والأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، وتعرض الأعمال على الله في شعبان، وتعرض الأعمال على الله في ليلة القدر، وكل يوم هو فيه شأن، وكل يوم هو فيه شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويتوب على من تاب سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، والله قادر على كل شيء، وسبحانه وتعالى وكل الملائكة ببني آدم كتبه يرفعون أعمال العباد إلى الله، يرفعون عمل الليل قبل عمل النهار وعمل قبل النهار، ولهذا الملائكة يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، أربعة أملاك ملكان حافظان، أحدهما أمامه والآخر خلفه، وملكان كاتبان، أحدهما عن اليمين يكتب الحسنات والثاني عن الشمال يكتب السيئات، أربعة بالليل وأربعة بالنهار بدلا حافظان وكاتبان، ويجتمعان يجتمعان في صلاة الصبح
ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، وفي صعد العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم له معقبات، يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار. والله تعالى يقول في كتاب له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من الله. في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فيعجل الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم وهم مصلون وأتيناهم مصلون. لكن غير المصلين ماذا يقولون؟ أتوا إليهم وهم لا يصلون وصعدوا وهم لا يصلون، نسأل الله السلامة. يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، الكلمة الرابعة حجابه النور، في أن الله تعالى احتجب الخلق بالنور، احتجب الخلق بالنور، وهذا الحجاب غير النور الذي هو وصفه سبحانه وتعالى. الحجاب حجاب النور حجاب مخلوق، وأما النور الذي هو وصف الله هذا صفة من صفاته. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات. وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، هذا النور الذي هو وصفه سبحانه وتعالى. مثل نوره أعوذ بنور وجهك، هذا النور الذي هو وصف الله. وأما الحجاب هذا حجابه النور، هذا نور مخلوق. النور نوعان، نور مخلوق مثل نور الشمس، نور النهار، نور السراج، ونور الذي هو الحجاب، ونور غير مخلوق الذي هو وصف الله. حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تأتي إليه بصره من خلقه، لو كشفه لاحترق الخلق. لكن في يوم القيامة ينظر الناس إلى الله تعالى ويكشف الحجاب، لأن الله تعالى يعطيهم من القوة ما يتحملون البقاء والصمود، لكن في يوم القيامة لا يستطيعون. في الدنيا، في الدنيا ما يستطيعون. حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه، يعني أنوار بصره من تأتي إليه بصره من خلقه. كلمة من خلق عام. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية الله، موسى كليم الله وهو يلي إبراهيم الخليل في الأفضلية، أفضل العزم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جده إبراهيم ثم موسى الكليم، سمع كلام الله، كلمه الله. وإذ نادى ربك موسى، قال الله إني أنا ربك. فلما سمع كلام الله طبع في رؤيته، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لن تراني، ما تستطيع بشرك ضعيفة في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا. جاء في التفسير في آثر أن الله تعالى كشف الحجاب عن الجبل بمقدار الخنصر، بمقدار الخنصر الإصبع الصغير، فاندك الجبل وانساخ، وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول الظالمين وأنا أول المؤمنين، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، إنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، ولا جبل إلا تدهده. وسؤال موسى عليه السلام ربه الرؤية دليل على أن الرؤية جائزة عقلا وليست مستحيلة كما يقوله المعتزلة. المعتزلة يقول مستحيل رؤية الله، مستحيل، لو كانت مستحيلة ما سأل موسى ربه الرؤية، ولم يقل له إني لا أرى، كما قال نوح لما قال روح، قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
ولم يقل له لموسى إني لا أرى أو أنه لا تجد رؤيتي، بل الرؤية جائزة عقلا ولكن غير واقعة شرعا، لكنها غير واقعة شرعا. فهي غير واقعة شرعا ولكن وفي الآخرة جائزة عقلا وواقعة شرعا. وفي هذا أيضا في الحديث دليل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. وجه الدلالة أنه قال من خلقه، لو كشفه لأحرق سبحانه وانتهى إليه بصره من خلقه، والنبي من خلقه وليس من خلقه، من خلقه. وهذا هو القول الراجح، لأن المسألة فيها قولان في رؤية ربه ليلة المعراج. قال بعض العلماء إن النبي رأى ربه بعين بصره، ذهب إلى هذا النووي والقاضي عياض وجماعة. والقول الثاني لجماهير أهل جماهير الصحابة والعلم أنه لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، والنووي جماعة قال رآه بعين رأسه، والصواب أنه رآه بعين قلبه لا ولذلك قالت عائشة لما سألها مسروق هل رأى محمد ربه، قالت لقد قف شعري ما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. والإمام أحمد روي عنه أنه رآه وروي عنه لم يره، وابن عباس روي عنه أنه رآه وأنه لم يره. فنفي الرؤية عن الإمام أحمد عن ابن عباس محمولة على رؤية البصر، وإثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، كما حق ذلك أبو العباس مثلما وغيره أن وهو جماهير الصحابة أن من رأى ربه ليلة المعراج بعين رأسه ولم يره بعين قلبه، فما قال إنه رآه يحمل على أنه بقلبه، وما قال إنه لم يره يحمل على أنه لم يره برأسه بعين رأسه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قبل أن نبدأ في الأسئلة التي سأل عنها الأخوان ينبغي أن تسجل، السؤال عن الذهب والسؤال عن مسح على الخمار وغيره، في السؤال الثالث وعن الرواية، الرواية هذه أنا ما ذكرتها أذكرها إن شاء الله. النار حجاب النار، هذا ثابت في الصحيح. كذلك في مسألة الآن كان سأل الشيخ عمر عن في مسألة تصبح الصائم 7 مرات، كان السؤال داخل، وقلت إن لبحثه وسألت سماحة شيخنا الشيخ عمر بن رحمه الله، كانه قلت هل الصائم يتصبح يعني يصبح قبل السحور، وهذا قبل الصبح، ولكن بدالي الآن مثل ما قال الشيخ عمر أنه بعض الإخوان المتخصصين يرى أنه أن الصائم يكون عند الإفطار يتصبح. إذا تأملت أنا وجدت أن الصائم الآن صام قبل طلوع الصبح، ولا يأكل شيئا ولا يشرب إلا عند الغروب. فقد قال إنه عند الإفطار يتصبح. نجي بحث المسألة هذه، كان من الباحث كان حديث إخوانه كان يبحث لنا أيضا كذلك، ما جاء شو اسمه والله ما أعرف، لكن ما جاء. فهذه مسألة مهمة، إن لو كان عارف الكمبيوتر بحثها الليلة، بس أنا ما أعرف الكمبيوتر ولا الجوال الجديد، هذا ما تأخذ وقت لو فأنا عند التأمل أقول إن الصائم الآن صام الآن قبل أن يطلع الصبح، أمسك قبل أن يطلع الصبح، وتسحر قبل طلوع الصبح. فقد يقال إنه الصائم الآن لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا من طلوع قبل طلوع الصبح، وإنما يأكل بعد غروب الشمس ويشرب بعد غروب الشمس. هل يعني يقال إن عليه أن الإفطار يتصبح 7 ثمرات أو يفطر 7 ثمرات يكون مثابة التصبح؟ تبحث هذه المسألة، سجل ومن استطاع كل سجلوها تبحث إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الأول في باب معرفة الله عز وجل، الحديث القدسي، تكلمنا عن الحديث القدسي ومذاهب المخالفين، وهذا مسألة مهمة، ذي مسألة تتعلق بالعقيدة، مذهب الأشاعرة أن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب لفظه من الله، لفظه ومعناه من الله. وفيه من الفوائد والأحكام إثبات الكلام لله عز وجل في من الفوائد والأحكام أن الله تعالى يتكلم، ثلاث كلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع، وأن كلام الله لفظه ومعناه خلاف الأشاعرة. وفيه إثبات الغنى لله عز وجل، وأن الله أغنى الأغنياء، هو الغني، قال سبحانه هو الغني على الإطلاق، له الغنى المطلق. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، والاستغراق إطلاق الغنى المطلق لله عز وجل، وهذا من الأسماء المشتركة، فالله من أسماء الغني، والمخلوق سمى غني، لكن غنى المخلوق غنى يناسبه، وغنى الله غنى مطلق كامل، لهم الغنى الكامل. وفي أن الله تعالى لا يقبل الشركة في عبادته، وأن من أشرك في عبادة الله تركه الله وشركه ولا يقبل عمله. وفيه أن من أخلص العمل لله فقد عرف الله حق معرفته وآمن به حق الإيمان، مع الإتيان بالمعال موافقا للشريعة، يكون موافقا وصوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المناسب مناسبة الترجمة، أن من أخلص العبادة لله فقد عرف الله حق معرفته وآمن به حق الإيمان، إذا كان عمله موافقا للشرع وصوابا على الكتاب والسنة. والحديث الثاني حديث أبي موسى، فيه من الفوائد إثبات الحياة لله عز وجل، الحياة الكاملة لله عز وجل، وأن حياته كاملة لا يلحقه نوم، لا كما قال سبحانه لا تأخذ سنة ولا نوم، بأن النوم نقص في الحياة، نقص في الحياة، والله تعالى منزه عن النقص. وفيه أن المخلوق ناقص، ومن نقصه أنه ينام، هذا نقص في حياته، فحياته يعتريها النوم ويعتريها الموت، وهي مسبوقة بالعدم ويلحقها الموت، وفي أثناء حياته يلحقها النقص وهو النوم والنعاس. وفيها أن النوم لا ينبغي ولا يليق بالله عز وجل ولا يمكن، لأن الله تعالى منزه عن النقص، فلا يمكن أن يلحق الرب سبحانه نقص، والنوم نقص. وفيه أن الله تعالى وصوهم بالعدل، قول يخفض القسط ويرفع، والقسط هو العدل، وصوهم بالعدل، وأن الله تعالى عادل في حكمه، ولا حكم أعدل من حكم الله عز وجل. وفيه أن الله تعالى ترفع إليه أعمال العباد، وأن عمل الليل يرفع قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. في أن بني آدم موكل به الملائكة، ومن أعمالهم كتابة الحسنات والسيئات ورفع الأعمال إلى الله عز وجل. في أن الله تعالى محتجب من خلقه بالنور، حجابه النور، وفي لفظ حجابه النار رواية،
حجابه النور وفي لفظ حجابه النار المسلم حجابه النور وفي حجابه النار. وفيه أن الله لو كشف الحجاب لاحترق الخلق، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن الله تعالى لن يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه، لأن الله محتجب من خلقه بالنور، ولو كشفه لاحترق الخلق، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه، والرسول من خلقه، الرسول من خلقه لاحترق سبحات وجه، لأحرق سبحاته أنوار بصره سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه، والرسول من خلقه. وفيه دليل على أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه ليلة المعراج، كما هو قول الجماهير من الصحابة وأئمة أهل العلم. وفي مناسبة الحديث ظاهرة الترجمة، وأن أنا من عرف الله حق معرفته وعرف أنه لا ينام وأنه كامل سبحانه وتعالى في حياته، وأنه سبحانه أعدل العادلين، وأنه جاز العباد بأعمالهم، وأنه احتجب من خلقه بالنور، وأن الخلق ضعفاء لو كشف لاحترقوا، عرف الله حق معرفته وآمن بحق الإيمان. نعم. إن شاء الله يريك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان في تتمة كلامه على باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله من لا تغيضه نفقة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه فإنه لم يغض أحسن الله إليك فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفعه ويخفضه أخرجاه. نعم، هذا الحديث أبي هريرة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، في إثبات اليمين لله عز وجل وفي إثبات اليدين لله عز وجل، ومن كان له يمين فله أيضا يد أخرى، بل الحديث صريح قال: والقسط بيده الأخرى، في إثبات اليدين لله عز وجل. وأن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء كثيرة الصب، كثيرة الصب في الليل والنهار، في إثبات جود الله وكرمه، وأنه تعالى أجود الرجل وأكرم وأكبر، ونعمه على عباده مستمرة، وأن يمين الله ملأى لا تغيضها، يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، كثير صب في الليل وفي النهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين، ما نقص ما في يمين، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة لا ينقص ما في يمينه سبحانه. يمين الله ملأى، والقسط العدل في يده الأخرى، سماها أخرى. ومن العلماء من قال إن يديه كلاهما تسمى يمين كما في الحديث الآخر: وكلتا يدي ربي يمين. وجاء في صحيح مسلم إثبات الشمال، فمن العلماء من أثبتها وقال لله يمين وشمال، ومنهم الإمام محمد بن وهاب في كتاب التوحيد، وقالوا إنها ثابتة في صحيح مسلم. ومن العلماء من قال لا تسمى شمال، والرواية التي فيها الشمال انفرد بها بعض الرواة انفرد بها ولم يأتي لها متابعة. قد بحثنا
كتب في هذا رسالة رسالة الدكتوراه تشرفت عليها لبعض الباحثين الطلاب ولم نجد لها متابعة. ولو وجد لها متابع أو شاهد نقول إنها يثبت له اليمين والشمال، لهذا توقف عن إثبات الشمال حتى يأتي لها متابع في إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات اليمين لله والأخرى في الرد على من أنكر يمين الله عز وجل، من أنكر يدي الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم أنكروا إثبات اليدين لله عز وجل. والحديث دليل على مساومة الترجمة واضحة، لأن من أثبت اليدين لله عز وجل وأثبت وعرف الرب سبحانه أثبت جود الله وكرمه وأنه وجد الأجودين وأن القسط بيد الأخرى يرفع ويخفض، من آمن بذلك فقد عرف الله عز وجل وآمن بحق الإيمان، وهذا هو مناسبة حديث الترجمة إثبات اليدين لله عز وجل وإثبات اليمين وأن الله لا ينقص ما في يمينه هو أجود الأجودين سبحانه وتعالى وإثبات العدل بيده الأخرى. نعم صلى الله عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. نعم في تخريج الحديث نعم قال أخرجه أحمد في المسند ولفظه وسيقضي بينهما، وأبو داود الطيالسي في مسنده والطبري في تفسيره من حديث أبي ذر، قال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه راو لم يسم، وأشار الدارقطني في العلل وأشار الدارقطني في العلل إلى عدم ثبوته، ولكن جاء ما يدل على بعض معناه عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاء الجلحاء من الشاة القرناء. لنا التخريج عادل رفاعي. عادل رفاعي على المتن على شرح الشيخ صالح الشيخ، يعني عادل خرج الحديث. نعم نفس النسخة معك واحد. نعم وعلى هذا يكون الحديث ثابت، يعني ما نقص شاهد له، حديث شاهد لتؤدي الحقوق إلى أهلها، حديث شاهد فيكون الحديث صحيح. وبعد أن يحكم الله بين الحيوانات يقول الله لها كوني ترابا كما في الحديث الآخر، الله تعالى إذا حكم بين إذا أعطى الحقوق إلى أهلها وحكم بين الحيوانات قال الله لها كوني ترابا لأن سلها جنة النار، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما قال الله تعالى في كتابه العظيم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي الحديث إثبات عدل الله عز وجل من عدله سبحانه وتعالى أنه يحكم بين خلقه حتى الحيوانات تؤدي الحقوق إلى أهلها، وقوله لكن الله يدري في إثبات العلم لله عز وجل، إثبات العلم لله عز وجل وإثبات كمال عدله سبحانه، ومن كمال عدله أنه يحكم يؤدي الحقوق إلى أهلها من الحيوانات. يؤدي الحقوق إلى أهلها حتى قد الشات الجحا من الشات القرناء،
شات الجلحة التي ليس لها قرون، فإذا نطحت القرنة الجلحة تبعث يوم القيامة فتقتص الجلحة من القرنة وتنطحها بقرونها، ثم يقول الله كوني كنت ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إثبات كمال العدل، كمال الله عز وجل، وإثبات العلم، كمال العلم لله، يقوله لكن الله يدري. ومن أثبت علم الله عز وجل وأثبت جوده وكرمه قد عرف الله وآمن به، وهذا هو المناسبة الحديث الترجمة. نعم. أحسن الله إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنيه، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. نعم. تخريجه قال عارف تخريجه قال أحسن الله إليك أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجه. قد احتج مسلم بحرمله بن عمران وأبي يونس والباقون متفق عليه. إيش؟ قد احتج. وقد احتج مسلم رحمه الله بحرمله بن عمران. نعم. وأبي يونس والباقون متفق عليهم، ولهذا الحديث شاهد على شرط مسلم. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه وفيه فوضع يديه على عينيه ثم قال: أشهد أن الله تعالى ليس بأعور، كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال ابن بطة في الإبانة: صحيح، ورجال أبي داود ثقات، رجال مسلم. وقال اللالكائي في اعتقاد أهل السنة: وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. بس انتهى. نعم. الحديث على هذا يكون الحديث صحيح، الحديث صحيح، وفيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل. نقول إن الله كان سميع إثبات السمع لله عز وجل، بصير إثبات البصر لله عز وجل، وفيه إثبات اسمين الله تعالى، هو اسم السميع واسم البصير. السميع من أسماء الله ويعبر يقال عبد السميع، والبصير من أسماء عبد البصير. وفيه إثبات السمع والبصر لله، لأن أسماء الله مشتقة، يشتق من أسماء من السميع صفة السمع، ومن البصير صفة البصر. وفيه الرد على من أنكر السمع والبصر المعتزلة والجهمية، والأشاعرة أثبتوا السمع والبصر لأنه صفات السبع. قوله يضع إبهاميه على أذنيه والتي على عينه، هكذا الإبهامين على الأذنين والسبابتين على العينين، وهذا عند أهل العلم ليس من التشبيه، وإنما هو من باب التحقق أن الصفة محققة، باب تحقيق الصفة، باب تحقيق الصفة، وليس من التشبه. ليس معنى يثبت أن أصابع المخلوق كأصابع الخالق أو عين كائن الخالق، لا، وإن المراد تحقيق الصفة. ففيه الرد على المعتزلة والجهمية، وفيهم ومناسبة للترجمة أن من أثبت صفات الله عز وجل فقد عرف الله وآمن به، ومن أنكر صفات الله فإنه لم يعرف ربه ولم يؤمن بحق الإيمان. نعم. صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا الحديث في إثبات مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب خمس، ذكر الله تعالى في آخر سورة لقمان، قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لا يعلم ما في غد إلا الله، هذا من فتح الغيب. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، فتنقص الأرحام. وإنما يعلم ما تغيض الأرحام، والآية هو يعلم ما في الأرحام. فإن قال قائل إن الأطباء يعلمون ما في الأرحام الآن بعد تطور وسائل الطب، يعلمون يعرفون أن ما في بطن الأنثى إما ذكر وإما أنثى، هل هذا يتنافى مع الآية مع الحديث إن الله يعلم المستقبل ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما تغيض الأرحام؟ فالجواب أن هذا أن معرفة الأطباء بينهم بعد تخليقه، وقد عرف الملك قبلهم، الملك علم بذلك، لأن الملك يسأل ربه: يا ربي أذكر أو أنثى؟ ما الرزق؟ ما العمل؟ ما الأجل؟ ولكن قبل ذلك، قبل أن يخلق، لا يعلم في الأرحام إلا الله. قبل ذلك ما يعلم في الأرحام إلا الله، ما يعلم ما تكون هذه العلاقة، هل تكون ذكر أو أنثى؟ لا يعلم إلا الله. ثم بعد ذلك إذا مضى عليها المدة التي قدرها الله 4 أشهر في بعضها، أن الملك يدخل عليها إذا مضى عليها 82 يوما، قال الملك: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فالله تعالى يعلمه، وعند ذلك يعلم، ثم يعلم الأطباء بعد ذلك، وقبل ذلك لا يعلم إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، إن الله يعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب 5 في هذا الحديث، أن مفاتيح الغيب مختصة بالله، لا يعلمها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى الملائكة وغيرهم لا يعلمون. وفيه إثبات الغيب لله عز وجل، وأن علم الغيب مختص بالله إلا ما أطلع عليه عباده أو أحد من رسله. الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. وفيه إثبات الغيب واختصاص ذلك بالرب عز وجل، وأن الله تعالى مختص بعلم الغيب. وفيه أن مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، وفيه إثبات علم الرب عز وجل، وفيه إثبات كمال علم الرب سبحانه وتعالى. وأما علم المخلوق ولو كان ملكا فهو ناقص، لا يعلم إلا ما علمه الله. ولما قالت الملائكة، لما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله لهم: قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الله: إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، علمه ناقص، علم المخلوقين ناقص من الملائكة وغيره، وعلم الله كامل. فعلم الله كامل، قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذي أن علم الله محيط بكل شيء، ومن آمن بذلك وعلم أن الله تعالى مختص بعلم الغيب وبمفتح الغيب وآمن بإحاطة الله بإحاطة علمه بكل شيء، فقد عرف الله وآمن به
وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت منه وعليه طعامه وعليها طعامه وشرابه فيأس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. نعم. هذا حديث أنس رواه الشيخان. قال قال رسول الله: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، يعني ليموت، قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك مضطجع للموت انتبه استيقظ فإذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. في إثبات الفرح لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وأنه وليس كفرح المخلوق، بل هو وصف يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. في إثبات الفرح لله وأنه أشد فرحا، وأن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي انفلتت دابته وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها بعد أن أيس منها واستعد للموت. ففي إثبات الفرح لا يزال، بل شدة الفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، إثبات فرح، بل شدة الفرح لا يزال، وهو وصف يليق بالله لا يشبه فرح المخلوق. وفيه كرم الله وجوده العظيم، حيث سبحانه يفرح بتوبة عبده وليس هو محتاج للعبد، بل العبد هو المحتاج إلى الله، والله تعالى غني عن العالمين، ومع من جوده وكرمه أنه يفرح بتوبة عبده. وفيه أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا لا يكفر، فهذا الرجل تكلم بكلمة الكفر لكنه ما أخطأ، ليس متعمدا، قال يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولو قاله متعمدا لكفر، لكنه قاله مخطئا، في أن من تكلم بكلمة الكفر مخطئا لا يكفر، قالها وإنما قالها من شدة دهش الذي أصابه، شدة الفرح حصل اندهاش بحيث غاب عقله وتفكيره الكامل، فلهذا خاطب الرفق: اللهم أنت عبدي، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن أخطأ من شدة الفرح والاندهاش. ففي أن من تكلم بكلمة كفري مخطئا لا يكفر، كذلك من تكلم بكلمة الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فإنه لا يكفر أيضا، ومن تكلم بكلمة الكفر قاصدا كفر، وكذلك من تكلم بكل كفر ساخرا مستهزئا يكفر، وكذلك من تكلم بكلمة الكفر مكرها يكفر. تكون الأحوال كم حالة؟ الحالة الأولى تكلم بكلمة الكفر قاصدا عامدا واختارا قاصدا تكلم بكلمة عامدا
قاصدا واختارا، هذا يكفر. الثاني يتكلم بكفر قاصدا ساخرا مستهزئا يكفر. الثالث تكلم بكلمة الكفر مكرها، تكلم بكلمة الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر يكفر. الرابع من تكلم بكلمة الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. أربع، هذه أربعة. في خامسة ذكرنا في مواضع، ها؟ جاهل. جاهل؟ لا، ما في أحد يجهل، ما يأتي الجهل هنا، ما يعرف ربه الآن. مخطئا. نعم. إيه، كلمة تاني، كلمة كفر مخطئا، اللي معنا، اللي معنا في الحديث، كلمة بكلمة كفر مخطئا. من تكلم يتكلم بكل كفر ذاكرا عالما قاصدا مختارا يكفر. تكلم بكل كفر قاصدا عامدا ساخرا أو مستهزئا يكفر. تكلم بكلمة الكفر مخطئا كما في الحديث لا يكفر. تكلم بكلمة الكفر مكرها واطمأن قلبه الكفر يكفر. هذه أربع حالات يكفر. الخامسة تكلم بكلمة كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فتكون خمس حالات، أربع حالات يكفر والخامسة لا يكفر، ذكرناها في المواضع. والحديث فيه دليل على أن من أثبت الصفات الله تعالى ومنها الفرح وآمن به سبحانه فقد عرف الله حق المعرفة وآمن به، وهذا هو المناسبة الحديث الترجمة. نعم، صلى الله عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. نعم، حي أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. الحديث في إثبات اليد لله عز وجل والرد على من أنكرها، وإثبات أن باب التوبة مفتوح، أن التوبة مستمرة حتى تطلع الشمس من مغربها، في دليل على أنه إذا طلعت من مغربها فلا تقبل التوبة. ويدل على ذلك القرآن الكريم، الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جاء في تفسير قوله تعالى أو بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها الحديث، فدلت الآية والحديث على أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. ويدل عليه الحديث الآخر لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجر حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث مع الحديث مع الآية فيها دلالة على أن التوبة مستمرة إلى طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلع الشمس من مغربها فلا توبة، وهذا في آخر الزمان. وطلوع الشمس من مغربها أحد أشراط الساعة الكبار التي تليها الساعة مباشرة ولم يخرج منها شيء، وأولها خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج. هذه أربعة متوالية كما دلت النصوص. المهدي هو رجل اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. جاءت في أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف
ومنها الحسن، حتى قال بعض العلماء إنها متواترة. ثم في زمان المهدي يخرج الدجال، الدجال صيغة مبالغة، الذي يدعي الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقتله ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى الله ويموت، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، أربع تواليات، ثم بعد ذلك تتوالى عشرة الساعة، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض ويصيب المؤمنين كهية الزكام والكافر يشبه شدة، ثم نزع القرآن من المصاحف من الصدور في آخر الزمان إذا تركوا العمل به، ثم هدم الكعبة، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، هذه غير متوالية، طلوع الشمس من مغربها والدابة مقترنتان، فأيتهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا، دابة تسم الناس سمة بيضاء المؤمن فيبيض لها وجهه والكافر يسود لها وجهه، وتطلع الشمس من مغربها ولا ثوب حينئذ، فيعرف الكافر من المؤمن في ذلك الوقت حتى يتبع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن بع هذا يا كافر، مدة من الزمن. ثم آخرها طلوع النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا تقف بين وقت البيت وتقيل معهم وقت البيت، ومن تخلف أكلت تسوقه إذا انتهى الليل تسوقه، ومن تخلف أكلت إذا انتهى الغيل تسوقه. هذه عشرة الساعة الكبار عشر ما خرج منها شيء، ومنها طلوع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، وهناك شرط لكل شخص وهو بلوغ الروح إلى الحلقوم، إذا بلغت الروح إلى الحلقوم بالنسبة للشخص المعين لا تقبل التوبة، بالحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما تصل الروح إلى الحلقوم. فرعون الذي قال لا سأل ربكم الأعلى آمن وتاب بعد أن بلغت الروح إلى الحلقوم لكن ما نفعه، قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث إثبات اليد لله عز وجل، وفيه قبول التوبة، وفيه جود الرب سبحانه وتعالى، إثبات جوده أنه يبسط يده بالليل يثوب مسيء النهار ليثوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنار يثوب مسيء الليل، وفيه أن التوبة مغيى قبولها بطلوع الشمس من مغربها، وهذا عام جميع الناس. ومناسبة الترجمة أن من أثبت اليدين لازم أثبت صفات الله عز وجل، وأثبت جود الله وكرمه، وعلم أن الشمس إذا طلعت من مغربها فلا توبة، وبادر بالعمل الصالح، فقد عرف الله، فقد آمن بالله وعرف حق المعرفة، فقد عرف الله عز وجل وآمن به حق معرفته وآمن به. نعم صلى الله عليه. وله معلوم رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري. نعم هذان حديثان اقترن أقرنهم المصنف رحمه الله، قال ولهما يعني الشيخين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون
أو أترون يعني تظنون، أترون بضم التاء بمعنى تظنون، أو أترون بفتح أتعلمون. نقول أنها ترون، يعني هل تظنون أن هذه المرأة طالحة ولدها في النار؟ قالوا لا، لا والله ما يمكن، تسعى تدور على السبي تبحث عن ولدها، ولما رأت من شدة ولهيها وفرحها ألصقته ببطنها حتى رضعت، هل يمكن تأخذه وتلقي في النار؟ ما يمكن، ما يمكن، بشدة الرحمة التي جبلت عليها. قال لا يا رسول الله ما يمكن، ما يمكن. قال أترون هذه المرأة طالحة ولدها في النار يعني وهي تستطيع؟ قال لا والله، شدة الرحمة التي جبلت عليها حيث تبحث لها مدة تبحث عن ولدها، فلما رأته من شدة الفرح ألصقته ببطنها فرضت. فقال النبي صلى الله أرحم بعباده من هذه بولدها، في إثبات الرحمة لله عز وجل، وأن الله تعالى أرحم بعباده من هذه المرأة التي فقدت ولدها. وفي حديث أبي هريرة الذي بعده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش. الحديث الأول والله أرحم بعباده من هذه بولدها، في إثبات الرحمة لله عز وجل، وفيه رحمة الله تعالى بعباده وأنه أرحم بعباده من جميع الخلق سبحانه وتعالى. ومن أثبت رحمة الله عز وجل وعلم رحمة الله بعباده وآمن بذلك فقد عرف الله حق معرفته وآمن به، وهذا هو الشاهد المناسب للترجمة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من بعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، رواه البخاري. وفي مسلم إن رحمتي سبقت غضبي في رواية. وهذا الحديث فيه فوائد وإثبات عدد من الصفات. الصفة الأولى إثبات الخلق لله عز وجل من الصفات الفعلية. الصفة الثانية إثبات الكتابة لله عز وجل. الصفة الثالثة إثبات الرحمة لله عز وجل. الصفة الرابعة إثبات الغضب لله عز وجل. كم صفة؟ أربع صفات. إثبات هذه الصفات الأربع لله: الخلق والكتابة والرحمة والغضب. وفي أن هذا الكتاب فوق العرش، كيف يجمع بين هذا وبين ما دلت النصوص عليه أن العرش سقف المخلوقات وأنه ليس فوقه شيء؟ سجل على العرش هو سقف المخلوقات. الحديث لما العباس وغيره لما ذكر الله المخلوقات ذكر السماوات السبع قال فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وعلى كما بين السماء والأرض وفوق الماء عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش. والجواب أن قال هذا مستثنى، هذا خاص وهذا عام، هذا خاص وهذا عام مستثنى، فوق العرش سقف المخلوقات لكن هذا الكتاب فوقه مستثنى. وفيه إثبات جود الله عز وجل وعظيم فضله على عباده وأن رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى، وفيه أنه لا يهلك على الله إلا هالك. ومن آمن بهذه الصفات وأن الله خالق خلق الخلق وكتب في هذا الكتاب وآمن بالرحمة والغضب قد آمن بالله وعرفه حق المعرفة، وهذا هو الشاهد. هذه ترجمة من الحديث. نعم صلى الله عليه. والله ما أسمع كلامك.
الله أعلم. نعم صلى الله عليه. وله ما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله رحمة جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان رضي الله عنه: وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. نعم. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وله ما عنه، وله ما عنه عن الراوي يعني عمر رضي الله عنه حديث السابق، ولهما عنه عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها خشية أن تصيبه. هذه الرحمة الرحمة المخلوقة 100 جزء، وهي غير الرحمة التي هي صفة من صفات الله. فالرحمة رحمتان: رحمة وصف الله يليق بجلاله وعظمته، قائم رحمة قائمة بذاته، هذا وصف الله. والثاني رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، وهذه هي المذكورة في هذا الحديث: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا. أنزل من هذه الرحمة المخلوقة جزء واحد في الأرض، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة وحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم من حديث سلمان: وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. عظيمة، كلها طباق ما بين السماء والأرض، معنى هذا الجزء الذي أنزله طباق ما بين السماء والأرض. وفيه إذا كان يوم القيامة كملها بهذا الرحمة الآخر في هذا، في وفي أنه إذا كان يوم القيامة قبض هذا الجزء الذي في الأرض وكمل بها 99 الجزء يوم القيامة فيرحم الله عباده. في عظيم رحمة الله يوم القيامة 100 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. وفي الدنيا جزء واحد أنزل الأرض تتراحم بها الخلائق. ورحمة الله التي هي المخلوقة أثر من رحمة الله التي هي صفة من صفاته، أثر منه. رحمة الله هي وصف قائم به بذاته، ومن أثر هذه الرحمة التي وصف الله أثرها رحمة الله المخلوقة، فيها أثر. هذا الصفات هكذا بعضها له أثر. سمع الله، الله تعالى يسمع، إثبات السمع لله عز وجل. ومن أثر سمعه أن الله تعالى يستجيب لعباده، كذلك بصر الله وصف الله، ومثله أن الله تعالى يبصر عباده من فوق عرشه. وفي هذا الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل كما يقوم جلاله وعظمته، وإثبات الرحمة المخلوقة وأنها 100 جزء وأن الله أنزل جزءا تترحم بها الخلائق، وأن الله يمسك هذا الجزء عنده يوم القيامة يرحم بها عباده في ساعة وجود الله عز وجل وكرمه، وأن رحمته يوم القيامة عظيمة 100 رحمة. وفيه الرد على البوصيري وغيره الذي يقول في نونيته يخاطب الرسول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألذ به سواك عند حلول الحدث العممي. نسي ربه، نسأل الله تعالى العافية. يقول: ما لي أحد ألذ به إلا أنت يا رسول الله. ويقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك الدنيا والآخرة، مش بقي لله
ما بقي شيء. إذا كان الرسول أملك الدنيا والآخرة ما بقي شيء إلا. فإن من جدك الدنيا وضرت الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ وما كتبه قلم المقادير. أعوذ بالله، نسأل الله، نعوذ بالله من هذا، من هذا الغلو. هذا غلو، جعل الرسول يملك الدنيا والآخرة ويعلم ما في اللوح المحفوظ وما كتبه قلم المقادير. ويقول أيضا في قصيدته: إن لم تكن آخذا بيدي، إن لم تكن آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، خطبني، وإن لم تأخذ بيدي فإني في هالك. ويقول أيضا في قصيدة في بيت في سبل الله عز وجل، معنى الحديث يقول: إن الرسول عليه السلام هو الذي يلاذ به يوم القيامة، وأما الرب فتحلى باسم منتقمي. الرب خلاص ما في إلا انتقام وعذاب، خلاص إذن ننصرف عن الرب، ننصرف إلى الرسول. يقول خلاص ما في إلا الرسول، الرب تحلى باسم منتقمي، اتصل باسم منتقم، ما في إلا انتقام وهلاك، إذن ننصرف إلى الرسول. في أعظم السب هذا؟ إذا الكريم تحلى، آخر الشطر الثاني، إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، نسأل الله السلامة والعافية. أين هذا الغلو؟ أين من هذا الحديث العظيم في بيان رحمة الله تعالى العظيمة وسعة جوده، وأن الله تعالى خلق 100 رحمة وأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا يترحم به الخلق، ثم يوم القيامة يقبض هذا الجزء ويكمل به 100 حتى يرحم به عباده، هذه الرحمة العظيمة. وهذا الغلو من البصيري، نسأل الله سبحانه. ومع ذلك هناك من يدافع عنه ويقول هذا يعني هذا مقصوده محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مقصوده الشفاعة، ويدافعون عنه ويقرؤون هذه القصيدة يعني كأنها ورد صباحا ومساء، يقرؤونها يتعبدون، ورد صباحا ومساء، يعني يكون ورده في الصباح وفي المساء بالشرك. نسأل الله السلامة والعافية. الأذان أحسن الله إليك. نعم، فهذا الحديث فيه إثبات رحمة الله عز وجل وإثبات كرم الله وجوده ورحمته العظيمة بعباده، وأن رحمته بهم يوم القيامة أعظم من رحمته بهم في الدنيا. فإن الله أنزل جزءا واحدا في الدنيا، وفي يوم القيامة 100 جزء يرحم عباده، في إثبات كرم الله وجوده، وفي الرد على البصيري وأشباهه كما سبق ممن تنقص الرب وسبوه وعبد الرسول عليه السلام وقالوا إنه هو الملاذ، وأن الرب يوم القيامة يتحلى باسم منتقم، وليس هناك إلا الانتقام، إلا الانتقام والعذاب، فننصرف إلى الرسول عليه السلام. نعوذ بالله، إذا الكريم تحلى باسم منتقم. وكما سبق أنه غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت أن الرسول يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ ويعلم ما كتبه قلم المقادير، وأن الرسول يملك الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم والعافية. ومن أثبت صفات الله ومنها الرحمة وعرف معنى هذا الحديث، عرف وجود الله وكرمه على عباده، فقد عرف الله حق معرفته وآمن به سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد للترجمة من الحديث. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، رواه مسلم. وله عنه مرفوعا رضي الله عنه: إن الله وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقه في الدنيا على طاعته. رواه الإمام مسلم رحمه الله. فيه كمال وعد الله عز وجل، وأن الله تعالى لا ينقص أحدا، وأن الله يثيب كل أحد على عمل حتى الكافر، ولكن الكافر يثاب على عمله في الدنيا. إذا عمل حسنة أطعم به طعمة في الدنيا، جاء في الحديث أنه يعطى صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنة له، صلى الله عليه وسلم. فالكافر إذا عمل حسنة يجازى بها، ما تضيع عليه، لكن يجازى في الدنيا، لأن الأعمال ما تنفع في الآخرة إلا بالإيمان، وهو ليس بمؤمن. ما تنفع الأعمال في الآخرة ولا يثاب الإنسان في الآخرة إلا بعد الإيمان، وهذا ليس بمؤمن، فلا تنفعه في الآخرة فيجازى بها في الدنيا لعدم إمكان إثابته عليها في الآخرة لعدم إيمانه، فيجازى بها في الدنيا تطعم بها طعمة صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضل الآخرة ولا حسنة. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. يدخر له حسنة في الآخرة لوجود شرط، لوجود شرط الثواب في الآخرة وهو الإيمان. فالله تعالى يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. في الدنيا يعقبه رزقا، قال تعالى وأنفقتم من شيء فهو يخلفه، وفي الآخرة تدخر له حسناته. وفي هذا إثبات كمال الله عدل العز كمال عدل الله عز وجل، وأن الله تعالى من عدله أنه يثيب الكافر على عمله في الدنيا فلا يضيع عليه. وفيه عظيم فضل الله تعالى على المؤمن، وأنه تدخل حسناته في الدنيا ويعقب رزقا في الدنيا على طاعة الله. ومن عرف ذلك حق المعرفة فقد عرف الإيمان وفضله، وإذا عرف الإيمان وفضله آمن بالله فقد آمن بالله وعرف الله حق معرفته، وهذا هو الشهادة الترجمة. وله عن أنس رضي الله عنه مرفوع إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. في إثبات صفة الرضا لله عز وجل، والرد على من أنكر صفة الرضا من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة أنكروا الرضا، والشاعر فسروها قالوا الرضا الثواب، إن لا يرضى عن العبد يعني يثيب، وهذا باطل، لأن الثواب أثر الرضا وليس هو الرضا، الثواب أثر الصفة. وهذه من عادة الأشاعرة يثبتون لها سبع صفات، وغير الصفات إما أن يفسروها بصفة أخرى وهي الإرادة، وإما أن يفسروها بالأثر. مثلا الصفات السبعة التي يثبتونها الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذه سبع صفات، وما عداها يؤولونها. فصفة مثلا الرضا يقول يريد أن يرضى، يفسرها أو يفسرها بالأثر، فيقول يرضى يعني يثيب، يغضب يعني يعاقب وينتقم، هذا باطل. الرضا غير الثواب، الثواب أثر، الرضا وصف الله، ومن أثر الرضا أن الله تعالى يثيب على العبد، والغضب وصف الله، ومن أثر الغضب أن الله يعاقب وينتقم. في إثبات الرضا لله عز وجل، وأن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة وحمد الله عليها. جاء في الحديث أنه إذا سمى الله العبد وأكل وسمى وشرب وحمد الله فإن الله يرضى عنه. سمي الله عند الشرب وعند الأكل، ويحمد الله بعد الانتهاء. في هذا من أسباب الرضا تسمية عند الأكل والشرب، وحمد الله بعد الأكل والشرب. فيه عظيم فضل الله وجوده على المؤمن، وفيه صفة الرضا لله عز وجل،
ومن عرف ذلك وآمن بالله وأثبت رضاه وعامل بهذا الحديث فسمى الله عند الأكل والشرب وحمد الله بعد الانتهاء فقد عرف الله وآمن به، وهذا هو شهادة الترجمة. إن شاء الله إليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تغط فما فيها موضع أصبع ولا وفيه ملك ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في الصحيحين من حديث أنس. قول حديث حسن عندك صحيح؟ زيادة صحيح ما في عندنا مشكلة عليك يا خديجة. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من حديث أبي ذر. قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إيش أعد الكلام؟ أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى له من حديث أبي ذر. قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. الذهبي وافقه ولا خالفه؟ لم يذكر. لا لا ما ذكر الذهبي. نعم بعضه الشاهد صحيح. ذكر المؤلف أن قوله تعالى: ما أعلم من هذه في الصحيحين من حديث أنس تعالى: الله حكمت قليلا ولا بكيتم كثيرا. أيضا له شواهد تدل على أن السماء ممتلئة بالملائكة، وأن الملائكة منهم من هو وكل بحمل العرش، منهم وكل بالعبادات، منهم من هو راكع وساجد. الحديث الآخر كلها تشهد لها، والحديث لا بأس به، له شواهد، وبعضه له شواهد في الصحيحين كما ذكر المؤلف. وقوله أطت السماء، أطت الأطيط هو ما يسمع من صوت الرحل التي يكون على البعير من ثقله. والمعنى أن الملائكة، أن السماء ممتلئة بالملائكة، وأن الملائكة كثيرون في السماء، حتى إنه ما في موضع أصابع إلا موضع أصابع كذا، وفي أظن في الحديث الآخر 4 أصابع أو كذا في بعض ألفاظها، إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. هذا يدل على كثرة الملائكة، ويدل على عظمة الرب عز وجل. قوله تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم من الصعودات تجعلون إلى الله تبكون. يدل على ما أيضا ما أعد الله المؤمنين من الثواب، وأيضا ما أعد الله في النار لأهل النار من العقوبة. ومن عرف ذلك فإن حق المعرفة فإنه يدعوه ذلك إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والمبادرة بالأعمال الصالحة والبعد عن الشرك والمعاصي التي سبب في دخول النار. من عرف ذلك حق المعرفة فقد آمن بالله وعرفه حق المعرفة، وهذا هو الشهادة الترجمة. نعم صلى الله عليه. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نعم وله
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم. قوله المسلم عن جندب رضي الله عنه مرفوعا: قال رجل: والله لا أغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا الحديث فيه أن الله سبحانه عظيم، وأنه أعظم كل شيء، وأنه لا يجوز للمخلوق أن يتحجر رحمة الله على أحد، وأن المخلوق يتحجر رحمة الله على حجر رحمة الله على أحد، أن هذا فيه نقص في تعظيمه الله عز وجل. ومن لم يعظم الله وتنقص الله عز وجل فإن هذا من أسباب حبوط العمل وردة عن الإسلام. فهذا الرجل تألى على الله، قال من ذا الذي، قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى، يحلف تألي علي ألا أغفر له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية أن هذا له قصة، هو أنه هناك رجلان متواخيان أو متآخيين، أحدهما مطيع والآخر عاصي، فكان المطيع إذا أتى على العاصي يقول: اتق الله ودع ما كنت تصنع، اتق الله وترك المعاصي. فجاءه يوما وهو على المعصية فقال: اتق الله ودع ما أنت فيه. فقال العاصي المطيع: خلني وربي، أبعث علي رقيبا، ما عليك منه، كان يقول ما عليك منه، اتركني، خلي وربي أبعث علي رقيبا. فغضب المطيع وقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له للعاصي وأحبطت عملك أيها المطيع. بجواه قال: اذهبوا به إلى النار. فهذا الحديث فيه أن من تألى على الله وحكم على الله وتحجر على الله رحمته فقد تنقص الله، ومن تنقص الله فقد كفر ووجبت له النار، دل على وجوب تعظيم الله عز وجل والبعد عن كل ما فيه تنقص لله عز وجل. ومن عرف الله، ومن عرف الله حق معرفته وعظم الله حق تعظيمه ولم يتحجر على الله واسعا فقد عرف الله حق معرفته وآمن به. وهذا هو الشاهد للترجمة. قال المؤلف: نتوقف بعد الصلاة. طيب، وفق الله جميع الطاعات، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله عن المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هذه الأحاديث فيها بيان معرفة الله عز وجل والإيمان به. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، والمؤمن يعلم أن الله تعالى أعد العقوبة للكافرين والعصاة، لكن عنده علمه محدود. ولو يعلم حقيقة ما
عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قرض بجنة أحد. والكافر يعلم علما عاما أن الله تعالى رحيم، والمؤمن ما يقنط من رحمة الله تعالى، لأنه يرجو ما عند الله من الثواب، فهو يمنعه من القنوط الرجاء، فلولا الرجاء لكان القنوط يأسا برحمة الله. واليأس برحمة الله وصف الكافرين، قال الله تعالى إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلولا الرحمة لكان اليأس، لكان اليأس يأسا يؤدي إلى الكفر، والقنوط يؤدي إلى الضلال. والكافر يعلم علما عاما ما عند الله من الرحمة، لكنه لم يوفق للإيمان، خذل من الإيمان، وإن كان يعلم علما عاما، ولكنه لو يعلم ما عند الله من رحمة ما قرط من جنته أحد ولا آمن بالله ورسوله، لأن الجنة إنما أعدت للمؤمنين، فلا يقنط من جنته مع الإيمان بالله ورسوله، لكنه لم يوفق الإيمان. وفي هذا دليل على ما ترجم له المؤلف من أن من عرف الله حق معرفته وآمن به حق الإيمان، من آمن بالله حق الإيمان فقد عرف الله حق معرفته، فالمؤمن آمن بالله فهو يعرف الله حق معرفته، ولذلك لما وفقه الله للتوبة للإيمان صار مؤمن بالله ورسوله. والكافر وإن كان عنده علما عام لكنه لم يوفق للإيمان. قال والبخاري عن المسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. والشراك هو سير النعل الذي في ظهر القدم، فيه دليل على قرب الجنة وقرب النار من الإنسان، وما بينهما إلا أن يقال فلان مات. إذا قيل فلان مات المؤمن ينقل تنقل روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولها صلة بالجسد. فصدق يعني بصدق هذا الحديث الموت، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، إذا مات فالجنة قريبة منه، وإذا مات والكافر والعاصي النار له قريبة منه، وما بينهما إلا أن يقال فلان مات، وهذا أقرب من شرك النعل، إذا مات انتهى الأمر. وهذا فيه على أن الإنسان إذا عرف الله حق معرفته وآمن به، إن من آمن بهذا واستعد للآخرة وأعد العدة وعلم أن الموت قريب، فإنه يكون ممن آمن بالله وعد عدة من الإخلاص والعمل الصالح، فإنه يكون قد آمن بالله وعرفه حق المعرفة، وهذا هو شاهد الترجمة. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به، وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجاه. وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن امرأة بغيا يعني زانية، بغية زانية، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها يعني خفها فسقته فغفر لها به. وهذا فيه دليل على أن
بعض الحسنات قد يكفر الله بها الكبائر. هذه زانية بغي كبيرة، فغفر لها بهذه الحسنة العظيمة والرحمة التي كانت في قلبها، حتى إنها نزعت موقها وتواضعت لله عز وجل وملأت خفها من الماء فسحت وغفر لها به. وهذا يدل على أنه قام بقلبها من المعرفة، من الإيمان والمعرفة بالله عز وجل ما حملها على ذلك. وهذا هو الشهادة الترجمة، أنه قام بهذه المرأة قلبها من الإيمان بالله ومعرفته ما جعلها تتدارك نفسها لهذه الكبيرة التي تفعلها، هذا الرحمة والتواضع لهذا البهيم هذا الحيوان جعلها تتواضع لله ولأمر الله ورسوله، حتى نزعت موقها وسقت فغفر الله لها به. وهذا من الإيمان بالله ومعرفته، لولا ما في قلبها من الإيمان بالله ومعرفته ما فعلت ذلك. قد يقال إنه قد يكون عندها ندم هذه المعصية، هذا الخضوع وهذا التواضع الله عز وجل جعلها تتواضع، فقد يكون هذا نوع ندم من المعصية، لكنها لا تزال موصوفة بأنها بغي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي بغي باعتبار ما فعلته من الفاحشة، فتواضعت الله عز وجل فصارت هذه الحسنة ماحية لهذه الكبيرة. هذا مثال لكون بعض الكبائر قد تكفر بها، بعض الحسنات قد تكفر بها بعض الكبائر، والأصل أن التوبة هي كفر الله بها الكبائر، لكن بعض الحسنات تكفر، ومثل ذلك ما جاء في الحديث من أن الإسلام يهدم ما قبله والهجرة ما قبلها والحج يهدم ما قبله. قال العلماء هذا في دليل أن الحج قد يهدم الكبائر، يغفر به الكبائر ما عدا حقوق الخلق، فإنه لا بد منها، حقوق لا بد من أدائها، حتى الشهيد يغفر الله له إلا الدين كما جاء في الحديث وهو من حقوق الخلق. وقال دخلت امرأة من النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار في هرة في سببية، في السببية بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا فيه دليل على أن المسلم لا يتساهل بالسيئات، وأن قد تكون السيئة سببا في دخوله النار كما فيها هذه المرأة. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعليقا على هذين الحديثين، على الحديث الأول والحديث الثاني، لئلا يتكل أحد كما في هذه المرأة التي دخلت النار بسبب النار، لا يتكل على عمله ويتساهل بالسيئات، فهذه المرأة دخلت النار بهذا. ولا يأس أحد، لا يأس من رحمة الله، فهذه المرأة البغي دخلت الجنة بسبب هذه الحسنة، فلا يأس المؤمن من رحمة الله ولا يتكل على فضل الله، بل يكون بين الخوف والرجاء، لا يتكل ولا يأس، لا يعمل مكر الله فيسترسل في المعاصي، ولا يأس من رحمة الله فيقنط ويأس، بل يكون بين الخوف والرجاء. وهذا هو المشروع المؤمن، أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر كما قال أهل العلم. الطائر إذا استوى جناحه سلم، وإذا قطع جناحه أو أحدهما فهو في عداد الموت. كذلك الإنسان إذا فقد الخوف والرجاء فقد الإيمان. الإيمان له أركان، المحبة والخوف والرجاء. قال وعنه مرفوعة
يعني عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنه بالسلاسل. رواه احمد والبخاري. الحديث فيه اثبات العجب لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كعجب المخلوق بل هو يليق بجلاله وعظمته. مثله في القرآن، قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة الصفات سورة الصفات: بل عجبت، قراءة حفص: بل عجبت ويسخرون، في قراءة: بل عجبت ويسخرون، ضمير لله في إثبات العجب لله عز وجل. في الحديث الآخر: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وفي الحديث الآخر: يعجب ربك من الشاب ليست له صبة. هذه النصوص كلها في إثبات العجب لله عز وجل، وفيها آية من القرآن كما يليق بجلاله وعظمته، في الرد على من كالعجب الله من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقادون إلى الجنة بالسلاسل. تفسير ذلك أن المؤمنين يأسرون الكفار، يقاتلونهم ويأسرونهم، ثم يأتون بهم بالسلاسل ثم يسلمون ويدخلون الجنة. فصدق عليهم أنهم يقادون الجنة بالسلاسل، أخذوا بالقوة وهم على الكفر، ثم بعد ذلك هداهم الله لما سلسلوا هداهم الله للإسلام. نعم. وفيه دليل على معرفة الله والإيمان به. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. فيها أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه لا أحد أصبر منه، من أسماء الصبور سبحانه وتعالى، فلا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. أو البخاري، يعني يشركون بالله ويدعون له الولد، وهذا من أعظم الشرك والكفر الذي تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. أندع، قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا الأمر العظيم، هذا الشرك العظيم الذي تكاد السماوات تتفطر وتنشق وتكاد الجبال تخر منه وتنشق الأرض، مع ذلك الله تعالى يعافيهم ويرزقهم. هذا من آثار أسمائه الصبور سبحانه وتعالى. ومن عرف ذلك حق المعرفة وآمن بالله، من آمن بذلك دعاه ذلك إلى الرجاء ودعاه ذلك إلى رجاء الله تعالى ورجاء مغفرته ورحمته وعدم يأسه وقنوطه من فضل الله ورحمته. وهذا هو الشاهد الترجمة. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا حب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وهذا الحديث رواه البخاري كما قال المؤلف رحمه الله، إثبات فيه إثبات المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من أنكرها من المعتزلة والأشاعرة والجهمية، ليس من الصفات السبع. والمحبة وصف يليق بالله وجلاله وعظمته.
ومن آثاره أن الله تعالى ينادي جبريل إن الله يحبه من أحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحبه من أحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له قبوله في الأرض. هذا يكون أثرا من آثار محبة الله عز وجل، وفي ذلك فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده وهو ليس بحاجة إليهم، ومن عرف ذلك وآمن به دعاه ذلك إلى مسارعة إلى الخيرات ومسارعة إلى مرضاة الله عز وجل والبعد عن مساخطه. وهذا يدل على الإيمان بالله ومعرفته حق معرفته، وهذا هو الشهادة الترجمة. نعم صلى الله عليك. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الجماعة. نعم خالد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى رؤية واضحة كما يرى القمر رؤية واضحة، لا تضامون وفي لا تضامون لا تزدحمون، كما أن الإنسان يرى القمر بدون ازدحام يرفع رأسه ويرى القمر، فكذلك يرون الله عز وجل من دون طيب. قال في إثبات الرؤية لله عز وجل، وقد أنكر الرؤية المعتزلة والجهمية، ومن أنكر قال العلماء قال من أنكر الرؤية فهو كافر، وهذا حكم بالعموم، أما الحكم على المعين فلا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة، لكن الحكم العام يقال من أنكر رؤية الله فهو كافر، مثل كمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر. وفي دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل، لأنه قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آمن برؤية الله عز وجل وحافظ على هاتين الصلاتين فقد آمن بالله وعرف بالله حق معرفته، وهذا هو شاهد الترجمة. نعم صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عاداني وليا فقد آدنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وهم حديث الأولياء، حديث الأولياء وهو حديث قدسي وهو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، الحديث القدسية من كلام الله لفظا ومعنى كما سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله قال إن الله تبارك وتعالى قال، هو من قول الله لفظا ومعنى، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي لله، كل من كان أقوى إيمانا بالله عز وجل كان أقوى ولاية لله عز وجل،
كل من كان أقوى إيمانا وتقى لله عز وجل كان أقوى ولاية. فالولي هو المؤمن التقي، كل مؤمن التقي هو ولي الله، وليس المؤمن التقي الولي كما يدعي الصوفية، الصوفية الذين يدعون أن الولي هو الذي يكون عنده خزعبلات وعنده كذا، ويزعمون أنه يفعل أشياء أو أنه يدعي شيئا من أمور الغيب أو أن يتصرف في الكون، هذا كفر وضلال. وإنما التقي الولي هو المؤمن التقي. الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كما بين الأولياء أن الأولياء هم المؤمنون المتقون، وكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ومن عادى وليا من أولياءه فقد آذنه الله بالحرب، قد حارب الله، ومن حارب الله فهو هالك. وفيه التحذير من معاداة أولياء الله المؤمنين المتقين وإيذائهم، وأن من آذاهم وعاداهم فهو محارب لله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا يعني أمر عظيم، ينبغي الإنسان أن يتدبر هذا الأمر ويتأمل، وأن يحذر من أذية أولياء الله وأن يوليهم لأنهم أولياء الله، وأن يحذر من عداوتهم وإيذائهم، فإن الله وليهم، ومن كان الله وليهم فهو ناصره. من عادى لي وليا فقد أذنته، يعني علمته بالحرب، أعلنته بأني محارب له، فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه. فيه دليل هذه الجملة على أن أحب شيء يتقرب به الإنسان إلى الله الفرائض. الفرائض: فريضة الصلاة، فريضة الزكاة، فريضة الصوم، فريضة الحج، الوالدين، الواجبات، الفرائض هي التي يتقرب بها الإنسان إلى الله أولاً قبل كل شيء، قبل النوافل، يؤدي الفرائض ويحسنها ويكملها ويجملها قبل الفرائض، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله قبل النوافل، ثم يتقرب الله بالنوافل، لكن الفرائض هي المقدمة. وفيه أن من أن أحب شيء يتقرب به العبد إلى الله الفرائض. ثم الجملة الثانية بعدها: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني لا يزال العبد يكثر من النوافل والمستحبات والسنن بعد أداء الفرائض: سنن الرواتب في الصلاة، سنة الضحى، صلاة الليل، كذلك الزكاة، الصدقات، زكاة الفرائض، ثم الصدقات هذه من النوافل، صيام رمضان هذا الفريضة، ثم صيام النوافل الاثنين والخميس أيام البيض وتسع ذي الحجة ويوم التاسع والعاشر من محرم وستة من شوال، هذه سنن يومية. وأعظم أفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم لمن قدر واستطاع، هذه النوافل. والحج كذلك، أكثر من الحج والعمرة وغير ذلك من الصدقات والنوافل. إذا أكثر من الصدقة من النوافل بعد أداء الفرائض صار من أحباب الله. إذن أول شيء يتقرب به إلى الله، أحب شيء إلى الله يتقرب به الفرائض، ثم يتقرب إلى الله بالنوافل ويكثر منها فيكون من أحباب الله. وإذا كان من أحباب الله ماذا يكون له؟ قال رب سبحانه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعذنه. المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يستعملها إلا في طاعة الله، مسدد. وليس المراد أن الله حل فيه كما يقول الحلولية: تعالى الله، هذا كفر وضلال. الله تعالى فوق العرش في السماء، ليس حالا من مخلوق. الحلولية يقول إن الله حل في الإنسان، نعوذ بالله، وأنه حل في سمعه وبصره،
هذا كفر وضلال. المعنى أن الله يسدد في هذه الجوارح، فلا يستعمل سمعه إلا في طاعة الله، ولا يستعمل البصر إلا في طاعة الله، ولا يستعمل يده إلا في طاعة الله، ولا يستعمل رجله إلا في طاعة الله، ثم بعد ذلك يكون مستجاب الدعوة. إذا سأل الله أعطاه، وإذا استعاذ أعاذه. ثم قال رب سبحانه: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، وأكره مساءته ولا بد له منه. التردد هو تعارض إرادتين، فالله تعالى يريد ما يريده العبد، ويريد قبض نفسه في الوقت الذي قدره الله. فأخبر عن تعارض الإرادتين بأنه تردد، وليس المراد التردد الشك كما يحصل المخلوق، لا، تعارض إرادتين، إرادة ما يريده العبد والعبد يكره الموت، وإرادة الموت إذا حل الأجل. فأخبر عن تعارض إرادتين، ولكن لا بد له من الموت، رواه البخاري. وهذا الحديث حديث عظيم، من عرف حق المعرفة ومن آمن به، من آمن به وعلم معناه وامتثل ما فيه فقد آمن بالله وعرف بالله حق معرفته. وهذا هو الشاهد، وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة. نعم، صلى الله عليكم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، وهو من الحديث المتواترة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. في إثبات النزول لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته، أو فعل يفعله سبحانه وتعالى وفوق العرش لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. اختلف العلماء هل يخلو منه العرش على أقوال، قيل يخلو وقيل لا يخلو وقيل بالتوقف، لقد أنه لا يخلو منه العرش، وصح أنه لا يخلو منه العرش، وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته فوق العرش سبحانه وتعالى. وليس النزول كنزول المخلوق، ومن فهم أنه ينزل ويكون بين الطبقتين فهذا كفر وضلال، وأن الله يكون فوقه شيء من المخلوقات. تعالى الله، الله تعالى فوق العرش، ليس فوقه شيء من مخلوقاته. وأما النزول فهو فعل يفعله كما يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو. إثبات النزول لله عز وجل، وأن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر في أي مكان من الأرض، ولا يقول قائل إن الليل يختلف، إنه في هذا المكان يكون آخر الليل، وفي هذا المكان مكان آخر يكون آخر الليل، ولا يزال الرب ينزل في هنا وينزل هنا. هذا ما فهم هذا القائل، ما فهم من نزول الرب مثل ما يفهم من نزول المخلوق. الله ينزل لا نعلم الكيفية، في كل أي أرض، في أي مكان من أرض الله أنت موجود، إذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت نزول الله. والله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه ولا يماثل نزول المخلوقين. ومن عرف ذلك وعمل بذلك عرف الله حق معرفته، وعظم الله عز وجل، واغتنم هذا الوقت الفاضل، فإنه يكون ممن عرف الله، ممن آمن بالله وعرف حق معرفته. وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربي من لا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه إثبات الجنة، وإثبات
أنها أربع جنان، قال جنتان من ذهب آنيتهما وفيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وفيهما. وهذا يشبه ما دل عليه القرآن الكريم في سورة الرحمن، قال لمن خاف ما ربه جنة ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان، ثم قال ومن دونهما جنتان مدهامتان، فجنتان الأوليان للسابقين المقربين والجنتان الأخريان لأصحاب اليمين. وهنا ذكر جنتان من ذهب أعلى آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فيشبه أن تكون الجنتان من ذهب للسابقين المقربين وجنتان من فضة لمن المقتصدين. قال وما بين القوم بين أن ننظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، فيه إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة إذا ضم هذا الحديث الحديث الآخر أن الله تعالى يكشف الحجاب يوم القيامة فينظرون إليه. وهنا قال وما بين القوم بين أن ننظر إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أي أنهم ينظرون إليك كما دل عليه الحديث الآخر، فيه إثبات الجنة وإثبات رؤية الله عز وجل، ومن آمن بذلك وعمل العمل للجنة فقد عرف الله حق معرفته، وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا. نستمر أو نقف عندها؟ نعم نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا. إذا رمي كذا عندكم أو إذ رمي؟ إذا. وسياق الحديث أنه قال إذ رمي، يعني إذ رمي يعني الظرف حين رمي، وليس إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا رمي في المستقبل ليس المراد هذا، بينما شوف هل فيه تعليق عليها ها رمية. نعم هذا يبين أنها إذ رمية، وأنها الألف يعني إذا لما استقبل من الزمان، لكن إذ رمية يعني حين رمية، حين رمية بنجم. نعم إذ رمية. نعم إن شاء الله عليكم. فقال: ما كنتم تقولون إذ رمية بمثل هذا. إذا رمية الثانية إذا ما في إشكال، الأولى بس إذ رمية. نعم. قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنا لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا بقى قول تباب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع يعني زال الفزع من قلوبهم عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا فيه إثبات عظمة الله عز وجل، وأن الملائكة مع عظمها تفزع ويصيبها الفزع والغشي، فإذا زال الفزع استخبروا، يسألون في الأرواح، يسألون جبريل: ماذا قال ربكم؟ فيقول الحق، قالوا الحق، فيقول الحق الحق وهو العلي الكبير. هذا فيه إثبات عظمة الله عز وجل، وأن الملائكة من عظمته تفزع الملائكة مع عظم خلقه.
وأنه إذا زال الفزع فزع عن قلوبهم يعني زال الفزع والغشيان من قلوبهم استخبروا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. في إثبات القول لله عز وجل كلام الله يسمى والرد على من أنكر القول والكلام من المعتزلة وجهمية وكذلك الأشاعرة الذين يقولون القول معنى من نفسي قل ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي إثبات اسم العلي والكبير وأنه من أسماء الله وعبد قال عبد العلي وعبد الكبير وفي إثبات صفة العلو صفة الكبر عز وجل وأن الله أكبر من كل شيء. حديث ابن عباس قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستشار فقال ما كنتم تقولون إذ رمى إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم في الجاهلية إذا رمي بالنجم قالوا ولد عظيم أو مات عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته مثل لما كشفت الشمس يوم مات إبراهيم قالوا كشفت الشمس لموت إبراهيم فقال إنها إن الشمس والقمر آتيان لا ينكسرن لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبر لهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون ويزيدون رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا الحديث فيه عظمة الرب عز وجل وأن من عظمته سبحانه أنه إذا قضى الأمر سبحت حملة العرش حتى يسبح على السماء الذين يلونهم ثم يسبح على السماء السابعة ثم السماء السادسة ثم الخامسة ثم الرابعة ثم الثالثة ثم الثالثة حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش وهم أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماء السابعة السادسة فيخبرهم ويستخبر ثم يستخبر أهل السماء الخامسة ثم أهل السماء الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية ثم الأولى حتى يبلغ خبر أهل السماء الدنيا والجن يركب بعضهم بعضا الشياطين وفي لفظ أن الملائكة يتكلمون في العلن في السحاب فيتكلم أهل السماء الدنيا بما سمعوا من كلام الله عز وجل فتخطف الجن السمع يخطف الشيطان الفوقاني ثم يلقيه إلى من بعده والثاني من بعده والثاني من بعده حتى يصل إلى الشيطان الأسفل وصلهم سفيان بكفه فحرف وبدل مع أصحابه بعضهم بعضا يركب بعضهم بعضا غير متلاصقين هكذا فإذا وصلت الكلمة إلى الشيطان لأسفل ألقاها في أذن الكهن كقر الدجاجة قر 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 فيكذب معها 100 كذبة يخلطها 100 كذبة ثم يخبر الناس بهذا الكذب الكثير فتقع الواحدة اللي سمعت من السماء فيصدق الناس الكاهن بهذا الكذب الكثير من أجل واحدة هذا دليل على قبول نفس الشر والباطل كيف يقبلون 100 كذبة من أجل واحدة ولا يعتبرون بالكثير وأحيانا والشهوب تلاحقهم تحرقهم تحرق هذه الشياطين وأحيانا يحرق يصل الشهب إلى الشيطان الأسفل قبل أن يلقيها في أذن الولي وأحيانا يلقيها ثم تحرقه مرة ومرة مرة يدرك الشاب قبل أن يحرقه يلقيها في أذن الكاهن ومرة يحرقه الشاب قبل أن يلقيها وهذا يدل على كثرة الشياطين يموتون ويخلفهم شياطين آخرون 100,000 يولد من الشياطين الساعة فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليهم فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم فما جاءوا على وجهه فهو الحق ما جاءوا على وجهه الكلمة اللي سمعت من السماء ولكنهم يقذفون ويزيدون وفي الحديث الآخر أنهم يخلطون 100 كذبة رواه مسلم والترمذي. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة
كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. نعم، تكلم على سنده، هذا من الحديث. قال أحسن الله إليك، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، وابن خزيمة في التوحيد، والأجري في الشريعة، والطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيره وساق بإسناده، وأبو نعيم في الحلية، والطبراني والبغوي. انتهى سرك. ماذا؟ طيب، ما قال شيء. لا بأس، هو من حديث كتاب التوحيد، وفيه قول إذا أراد الله، إثبات فيه من الفوائد إثبات الإرادة لله، وإثبات فيه إثبات الوحي، وفيه عظمة الله عز وجل، حيث يأخذ السماوات إذا أوحى الله بالأمر رجفة ورعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. وفيه من عظمة الله حيث أن أهل السماوات يصعقون وأنهم يخرون الله سجدا. وفي فضل جبريل، لأنه أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد، في إثبات الكلام لله عز وجل، رد على من أنكره من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذي يقول كلام معنى نفسي. ثم يمر على الملائكة، وكلما مر بالسماء يسألونه، سألهم الملائكة ماذا قال، فيقول ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكريم. فيقول كل مثل ما قال جبريل، قال الحق قال جبريل. فينتهي جبريل الوحي إلى حيث أمر الله عز وجل، في إثبات عظمة الله عز وجل والإيمان به ومعرفته، وإثبات عظمته عز وجل، حيث أن السماوات يأخذها منه رجفة ورعدة شديدة، وحيث أن أهل السماوات يصعقون وأنهم يخرون لله سجدا. وفي فضل جبريل، وهذا هو الشاهد الترجمة كما في الحديث السابق، إثبات عظمة الله من عظمة الملائكة أن السماوات أن الملائكة يحصل لهم وحملة العرش يسبحون الله عز وجل حتى يبلغ تسمية أهل السماوات ويستغفره لكل سماء، كل هذا يدل على عظمة الله عز وجل، وأن الملائكة مع عظم خلقتهم يسجدون لله ويصعقون ويخرون لله سجدا ويستخبرون. وفي أنهم لا يعلمون إلا ما علمه الله عز وجل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. نعم، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان عظمة الله عز وجل، وأنه يجب تعظيمه سبحانه وتعالى وتقدير حق قدره، وأن العباد ما قدروا حق قدره ولا عظموا حق تعظيمه. وفيه من عظمته سبحانه أن الأرض قبضته يوم القيامة، وأن السماوات مطويات بيمينه. وفيه في الحديث الآخر أن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والماء والثرى على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزن بيده يقول: أنا الملك، أين ملك الأرض؟ في الحديث الآخر: ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. كل هذا يدل على عظمة الله. في حديث أبي هريرة: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملك الأرض؟ في إثبات اليمين لله عز وجل، إثبات اليمين لدي الله عز وجل، والرد على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وفي إثبات عظمة الله عز وجل، وأن من عظمته أنه يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، وأنا الملك، أين ملك الأرض؟ وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم، صلى الله عليكم. وفي الحديث الذي نعم صلى الله عليكم
وله نعم وله وله عن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر ويمجد الرب نفسه ويدبر يمجد بدون واو أحسن الله عليكم ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار وأنا المتكبر وأنا العزيز وأنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. رواه أحمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه مقسم أحسن الله عليكم ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الحديث فيه هم رواية البخاري أن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وهذا إثبات عظمة الله عز وجل وهذا هو شهادة الترجمة وأن من عظمته أنه يقبض الأرض ويتكون السماوات بيمينه. هذه السماوات العظيمة يطويها بيمينه ويقبض الأرضين ويقول أنا الملك. وفي رواية عنها أن رسول الله قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول هكذا بيده ورسول الله يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يعني يقول هكذا يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر حتى قلنا لا يخرن به. هذا كله يدل على عظمة الرب عز وجل وهذا هو الشاهد الترجمة وأن الله أعظم من كل شيء وأن هذه السماوات والأرض ما عظمها لا تسوي شيء بالنسبة لعظمه سبحانه. وفي رواية مسلم عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها كذا يقبضها. يأخذ الله سماواته الرسول يحكي يا رسول وليس هذا في تشبيه ليش وإنما باب تحقيق الصفة. ليس هذا تشبيه بيد الرب الرسول يأخذ سماواته وأرضيه بيده مثل ما أشار في الحديث الآخر إلى بأصبعه الإبهام إلى الأذن والسبابة إلى العين تحقيق الصفة. يأخذ السماوات والأرض في يده يقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك يقبل بها ويدبر. يأخذ الله السماوات والأرض بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك. قال الراوي حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وأن هذه المخلوقات العظيمة من السماوات والأرضين لا تساوي شيء بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل. نعم في حدود العشرة إن شاء الله لعلنا ننتهي. نعم إن شاء الله عليك. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فأتاني آت فقال يا عمران
إن حلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. نعم، هذا الحديث في الصحيحين عن الحسين قال قال رسول الله اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من استعجالهم واعتبر ذلك عدم قبول البشرى، فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. في اللفظ الآخر إذ لم يقبلها بنو تميم. بنو تميم قالوا بشرتنا فأعطنا، ما صبروا استعجلوا، فجعل ذلك عدم قبول لها. وجاء أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قبلنا يا رسول الله. أهل اليمن قال قبلنا، فاز بها أهل اليمن. قال جاء أهل تميم فقال اقبل البشرى بنو تميم، فلما قالوا قد بشرتنا فأعطنا عجلة، فجاء أهل اليمن قال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم في اللفظ الآخر، قالوا قبلنا. ثم قالوا فأخبرنا عن أول هذا الأمر، يعني المخلوقات. قال كان الله قبل كل شيء، وهذا مثل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول وليس قبلك، قال ليس قبلك شيء. قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. في اللفظ الآخر وكتب اللوح المحفوظ كل شيء، فيه دليل على أن العرش والماء مخلوقان قبل كتابة المقادير. في الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالعرش والماء موجودان قبل كتابة المقادير. كتب الله مقادير، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. وهذا فيه إثبات عظمة الرب عز وجل. من عظمته أنه سبحانه كان قبل كل شيء، أنه هو الأول الذي سبقه شيء. ومن عظمته هذا العرش العظيم، هو عرش عظيم يدل على عظمة الرب. ومن عظمته أنه كتب المقادير في اللوح المحفوظ. قال عمران بن الحصين فأتاني آت، فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. في اللفظ الآخر قال ليتني تركتها. في اللفظ الآخر قال ناقتك ذهبت في السراب، تمشي في السراب، تمشي. معلوم أنها هي المركوب، ما في سيارات عندهم، يعني إذا ضاعت الناقة يعني ضاع عليها. بعض السلف كان معه عنده فرس، وكان ممسكا بزمامها وهو يصلي، فإذا تحركت تحرك يجرها. فرآه بعض التابعين قالوا انظروا إلى هذا الشيخ يعبث في صلاته كما قال. فلما سلم قال إني شاهدت رسول الله، شاهدت تيسيره، وإني ناقتي إذا تركتها ذهبت ولا أجد، معنى كلامه ما أجد شيئا إلى الليل، وإني شاهدته وإن لو تركتها ذهبت، وإني شاهدته رسول الله وتيسيره. وهذا الرجل ما يدري، هذا من التابعين تكلم، ظن أن هذا الصحابي قال إني شاهدته رسول الله وشاهدته تيسيره، وهذا أمر يهمني، فلو ذهبت ناقتي لا ذهب علي شيء كثير، وضع علي شيء كثير، وفاتني خير كثير يتعلق بالآخرة. ولذا قال عمران إن حلت ناقته من عقال فخرج فلا أدري ما كان بعدي. في اللفظ الآخر ليتني تركتها، يعني استمعت بقية حديث الرسول. نعم، الحديث الأخير. نعم، صلى الله عليك. أولا باقي بعد حديث قبل الباب، باقي بعد حديث. نعم. وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونوكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.
ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه: وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. نعم، إشكال على التخريج. الحديث هذا رواه أبو داود، وأظن في سنده محمد بن إسحاق مدلس، بعض العلماء ضعفه وقال إن الحديث ضعيف، وفي متنه نكارة، وهو قوله: إنه لا يطو به أطيط الرحل بالراكب. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم قوى هذا الحديث، وقال أن الحديث له شواهد، وقد ذكره الإمام محمد بن في كتاب التوحيد باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر هذا الحديث. وهو نعم ضعفه غيره، معروف الكلام في التضيف، حتى ابن من هو الذي ضعفه محدث الشام، لا قال متقدم ابن ألف رسالة قال: التغليط والتخطيط في تضعيف حديث الأطيط. موجود أحسن عليك، الدمشقي. شو اسمه بلا أبو القاسم الدمشقي؟ لا، اللي له تاريخ الشام. ابن عساكر. نعم، ابن عساكر. قال تخطيط التغليط في حديث. والمقصود أنه من العلماء من ضعفه، ومنهم من حسنه وقواه، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وتبعه محمد بن الوهاب رحمه الله، وقالوا الحديث له شواهد، والأدلة على عظمة الرب وعلوه عز وجل كلها شواهد له من القرآن ومن السنة. وأما قوله أنه يأط به أطدر، هذا شيء يتعلق بالعرش، يتعلق بالعرش، والله تعالى ليس فيه حاجة في العرش ولا لغيره. وذكر في بيان تلبيس الجهمية أن في حمل العرش، قيل الملائكة حملت العرش أنهم يحملون العرش ولا يحملون الله، والقول الثاني أنهم يحملون العرش ومن فوقه، والله تعالى أعطاهم القوة، قولا لأهل العلم ذكر في بيان تلبيس الجهمية، قيل أنهم يحملون العرش، حملت العرش يحمل العرش ولا يحمل الله، والله أنه يحمل العرش ومن فوقه، والله تعالى أعطاهم القوة. وهذا الأطيط صوت أطيط الرحل الراكب، الرحل إذا كان ثقيل تسمع الوزيز أزيز تسمع له، رحل على الدابة وثقيل تسمع له صوت، هذا الصوت يسمى أطيط. قالوا من النكارة، هذا من النكارة، كيف هذا يكون أطيط ويحمل الرب؟ شيخ الإسلام قال هذا قول معروف لأهل العلم، والحديث له شواهد، وهو دليل على عظمة الرب. قال جاء عربي في حديث، جاء عربي إلى رسول الله فقال: رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال، أصابها الجهد والتعب، ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، يعني من قلة المطر والجدب، فاستسقي لنا ربك، يخاطب من؟ يخاطب الرسول، فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، ونستشفع بالله عليك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الأعرابي قوله: ونستشفع بالله عليك، أقر كلمتان الجنة، نستشفع بالله نستشفع بك على الله، هذا ما في مانع، يعني نتوسل بك إلى الله بدعائك يا رسول الله، تدعو وتسأل الله لنا الغيث ونحن نؤمن، هذا استشفاع، نستشفع بك على الله، تستشفع بك على الله، نتوسل بدعائك على الله فنحن تدعو ونؤمن. لكن الثانية قال: ونستشفع بالله عليك، يعني
نجعل الله تعالى وسيلة لنا إليك يا محمد. هذا هو اللي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحك أتدري ما الله ما تقول، أنكر عليه قوله ونستشفع بك على الله، ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح سبحان الله 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 سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، إنكار لقول الأعرابي ونستشفع بالله عليك. الجملة الأولى ما في معنى، نستشفع بالله عليك يعني نجعلك تشفع لنا عند الله فأنت تدعو ونحن نؤمن، لكن الجملة الثانية ونستشفع بك على الله يعني نجعل الله نجعلك الله واسطا بيننا وبينك يا محمد، هذه أنكرها. ويحك أتدري ما تقول، وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على خلقه، إنه لا يستشفع بالله على خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لا كذا، وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يط به أطيط الرحل بالركب، رواه أبو داود أحمد أبو داود. الحديث فيه عظمة الله عز وجل وأنه أعظم من كل شيء، وأنه من عظمته أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ومن عظمته أن الله تعالى أن عرشه على سماواته مثل القبة، في دليل على أن العرش وإن كان مقبب لكن له قوائم بخلاف السماوات فإن كلها مقببة مستديرة، لكن العرش له قوائم. هذا هو الشاهد كما في الحديث الأول، قال أخبرنا عن كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في ذكر كل شيء، كل ذلك يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعظمة السماوات من عظمة سبحانه. نعم الحديث الآخر. نعم سبحانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد سبحاني أن أتخذ صاحبة ولدا، رواه البخاري ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديثان قدسيان من كلام الله عز وجل تكلم بهما لفظا ومعنى خلاف الأشاعرة، فهما من كلام الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافهما إلى الله، قال قال الله عز وجل في الحديث الأول، وفي الثاني قال الله تعالى، إذا أضافه إلى الله فهو من قول الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن الأحكام تختلف عن القرآن. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. هذا كافر، الكافر الذي أنكر الإعادة، أنكر البعث، لن يعيدني البعث، أنكر البعث. قال الله رد عليه وليس أول الخلق بأهون علي من عادته، قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فالقادر على البدء قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فرد الله عليهم بأن على منكر البعث بأن القادر على البدء والخلق قادر على الإعادة، وليس الإعادة شاقة على الله وصعبة عليه، بل كله حي على الله. ولهذا قال لن هذا تكذيبه، قال أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدني، وليس أول الخلق بأهون علي من عادي، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. الشتم يطلق على الذم والعيب، هذا ذم، هذا ذم لله وسب لله يسمى شتم،
سمى شتم فقولوا اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل، الصمد السيد الكامل السؤدد اللي تصمد إلى الخلائق بحوائجها، هو كامل في نفسه الذي لم يلد ولم يولد لم يتفرع منه شيء ولم وليس متفرع من شيء، ليس له ولد ولا والد سبحان الله، ولم يكن له كفوا أحد ليس له مماثل. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، صاحبة زوجة أو ولدا، رواه البخاري. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وأقلب له النهار، في أن سب الدهر أذية لله ولا يلزم من أذيها الضرر، فالله تعالى لا يضره أحد من خلقه. وبالحديث حديث أبي ذر القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغون فتنفعوني، لمن ما يستطيعون أن يضر الله ولا يستطيعون أن ينفع الله، لا يبلغون ضره ولا نفعه، فالله تعالى لا ينتفع بأحد ولا يتضر من أحد، لا تنفع طاعة المطيعين ولا تضر معصيتهم، بل هو النافع والضار. إذا ما يلزم من الأداء الضرر. قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فهذا في أذية لله لكن ليس فيه ضرر. في الحديث الآخر أن جهنم لا يزال يلقى فيها حتى يضع فيها الرب رجله فتقول قطن قطن تمتلئ، والله تعالى لا يضر أحد من خلقه، لا يضر أحد من خلقه. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر، في أن سب الدهر سب لله، بيد الأمر يقلب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار لأن الله هو مصرفه، فمن سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو الذي يدبر الليل والنهار. وفي اللفظ الآخر أقلب ليله ونهاره، والذي يقلب ليله ونهاره هو الله، فمسبة الدهر سب لله. وفي دليل على أن الدهر ليس من أسماء الله، وقد غلط العلماء بن حزم حينما عد الدهر من أسماء الله، قال من أسماء الله الدهر، هذا ليس من أسماء الله بدليل أن رب سبحانه فسر في الحديث قال وأنا الدهر بيد أقلب ليله ونهاره، فإن الدهر ليس هو الله ليس من أسماء الله، بل الدهر هو الليل والنهار، قال أقلب ليله ونهاره، فليس الدهر من أسماء الله كما غلط بذلك ابن حزم رحمه الله، بل الدهر هو الليل والنهار، وأنا الدهر بيد أقلب ليله ونهاره، فدل على أن الدهر هو الليل والنهار وليس الدهر هو الله. وما قالوا أنا الدهر يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر، وأنا الدهر يسب في الحديث الآخر سب الدهر وأنا الدهر، هنا وأنا الدهر يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر، وأنا الدهر الذي قال وأنا الدهر أقلب الليل بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي هذا الحديث عظمة الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد الحزمة عظمة الرب عز وجل، وأن من عظمته سبحانه وتعالى ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه يعيد الخلق بعد بدئهم ويبعثهم ويعيدهم خلقا جديدا. وفيه أن من أنكر البعث فهو كان شتم لله وذم له، وأن هذا في أذية الله عز وجل، ومن فعل ذلك لم يقدر له حق قدره، من آذى الله وأنكر أنكر البعث فإنه لم يقدر له حق قدره، وهذا هو شد الحزمة، وما قدر له حق قدره والأرض جميعا قضت يوم القيامة. فمن أنكر البعث فقد شتم الله وعاب الله وآذى الله ولم يقدر له حق قدره، وهذا كفر وضلال، والكفار لم يقدروا له حق قدره ولم يعظموا حقه بعده. فلذلك حكم عليهم سبحانه وتعالى بالكفر والخلد في النار، وصلى الله السلامة والعافية. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإيمان والإيمان الصحيح، وأن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا التوحيد الخالص، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من العمل الصالح الذي هو ثمرة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غدا إن شاء الله نبدأ، لعلنا نبدأ إن شاء الله مبكرين.
إيه لا لا مو بعد العصر، لا قبل يعني من 5:30 تقريبا لعل 5:30، لأن الأذان صار 6:30 مثل الأول، كان 6 الليل، وإن كنا يمكن قد لا نستطيع إكماله، لكن نبدأ إن شاء الله قبل يعني 10 دقائق ما هي الموعد المعتاد قبل بساعة، ونمشي إن شاء الله، وإذا بقي بقية إن شاء الله تكون إن شاء الله فيما بعد، يمكن إن شاء الله بعد الحج يقول الأخوان في فراغ، يمكن نجعل اليوم ويومين ونكمل إن شاء الله الكتاب، وإن قدرنا أكملناه غدا كان الحديث خفيفة فلا بأس، وإلا فلا نطيل إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه، صلى الله على محمد وسلم. في أسئلة ولا نتؤجل الأسئلة غدا؟ ها؟ طيب وفق الله جميع.